إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، في المكتوم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من ملعب رحال لكرة القدم، دورة تكوينية خاصة بالإسعافات الأولية في الملاعب الرياضية، واللي كتشرف عليه مجموعة من الأطقم متمرسة في ميدان التمريض وكذلك في مجال الإسعافات الأولية. كما تلاحظوا معنا غادي نقربكم من كل كبيرة وصغيرة خلال هذه الدورة التكوينية المقامة هنا. كنتمنى أنكم تبقوا معنا ونعرفوا الجديد في هذا المجال هذا، لأنه أكيد كاين عندنا خصاص ونقص في هذه المسألة ديال الملاعب الرياضية، خصوصا على مستوى الهواة، خصوصا على مستوى الهواة. ما كنتكلموش على يعني الدوري الاحترافي، اكيد عنده الناس ديالو، ولكن بالمقابل كاين اكراهات كبيره كيواجهها اقسام الهواه والاقسام السفلى او قسم المظالم. لهذا فهذه الدوره التكوينيه جات باش تاهل واحد الشباب اللي يحاولوا انهم يواكبوا كما قلنا كره القدم في الهواه، خصوصا على مستوى الاسعافات الاوليه. اذا كنتمنى انكم تبقاو معنا مشاهدينا الاوفياء باش نعرفوا جديد اللي جاوا به هاد المسعفين او هاد المختصين في هاد المجال هذا. كما كتلاحظوا معنا تمثيل او تشخيص دور ديال، لاحظوا معايا كاين تشخيص. اذا كيقوموا بلف واحد الضماد او باندا كما كنقولوا بالدارجه، باندا. لاحظوا معايا غادي نقربكم اكثر، يعني لاحظوا العديد من الاشخاص اللي حاملين هاد الضمادات كما كنقولوا. لاحظوا معايا هاد الناس ديال الاسعافات الاوليه هما اللي لابسين هاد اللباس احمر. إذن هذا تشخيص او تمثيل عمليه ديال الانسان ملي كيتصاب على مستوى الكتف او مستوى الذراع او اليد. لاحظوا اذا هنا العمليه كيفاش كيتم التعامل مع هذه الحالات هذو. من جميل جدا انه تشوف مثل هذه الدورات التكوينيه، لانه كما قلت بامكان هاد الشباب اللي كيتم التكوين ديالهم في هذا المجال هذا انهم يغنيوا الساحه الكرويه، خصوصا على مستوى اقسام الهوات. كيف ما قلنا اقسام الهوات او اقسام المظالم كتعرف عندها خصائص في هذا النوع من مجال التمريض، خصوصا ملي كيكونوا لقاءات. كنعرفوا بانه اللقاءات اللي ما كيكونش مسلط على الضوء او ما كتكونش على العدسات ديال الاعلام، اكيد كتعرف في بعض الاحيان بعض التدخلات خشنه كتكون امور اللي كما كنقولوا، لانه ملي كتكون الاعلام. اذا لاحظوا هنا اظن انه الطبيب الرئيسي او الممرض الرئيسي، باقي ما عرفتش الشخصيه ديالو حاليا، ولكن كيحاول انه يتكلم. لاحظوا كيتكلم مع المشاركين او المستفيدين من هذه الدوره هذه. Je lui ai dit que tu devais s'en aller.
حسام يدخل واش يكون عم يدو جمعات إذا نشوفوا شنو عندي أنا هنا خصك تثبت مع لو كور ديالو أنا هذا صافي إذا هذا كنحاول نلقي عندي هاد الخويا صافي إذا هذه تعمر صافي أجي عبد الرحيم هاك عبد الرحيم عطيني زي فخو صافي شنو غادي يدير واش غادي يجي لو كود ديالو ويزير ولا لا؟ لا صافي إذا فين غادي يمشي؟ يجي من هنا صافي هاك هنا فوق عقد الفوق شنو خصني ندير انا؟ خصني نرجع لي ديالو بحال هكا صافي رحيم لا لا هنا حيت اخرى خصها خويا هادي الاخر حسن ولدي بديك ما دخلتش هاد كامل تحت باش انا هاد السيده اللي قلت له حي الحرك يدي خصني انا هذا الجنين يحرك هذا لان اي حركه ديال داك اليد ديالو غتشكل واحد الالم وغادي تخطر بان الزين ابي مثل كاتشي اذا ها اش غادي تهمس اليد ديالو الله يستر بحال هكا بحال هكا شو تبت هكا تلست هكا تلست هكا واش رد اليد ديالو لا لا باش يدير فراكتور شو خصني ندير؟ انت تحتاج لنا في الماء تبقى في البوزيسيون ديالك الله يعطيك لا ميم شوز بالنسبه للرجل كنا كنا كنسمعوا هي يرجع كنا كنسمعوا هاد الشيء يرجع هاد البلاصه هذيك ميكساسيون استاد ادوان هذيك لا مفكوكه حيت فاش كتقلبوا كتبعد من العظم كتمشي للمفاصيل ايه هادو كترجعهم اما لا الهرسه لا كتبرك عواجته لا ما ترجعهاش استاذ استاذ فوالا كاين الفرق بين الخلع وبين الكسر كاين عندنا الكسر شكرا لا شوفوا السيناريو مزيان الدور ديال المسعف محدود صافي الدكتور كان دكتور في الكلينيك ديالو باش كتمشي عندو كيقول لك دير الراديو صافي ما عمرش الدكتور كيقول لك طاق طاق القلب معاك سير دير التحليله الفلانيه دير حاجه باش كنتاكد من المعلومات ديالو باش كيعطي باش كيكون عندي داك الدواء ايفيكاس وانت معي ما قاريش بحال الدكتور ولكن قاري الطريقة ديال الإسعافات ديال التدخل ديال السريع يعني كيفاش لأن التعامل معاه سير بلاس إذا فهاد إذا شنو اللي عندنا؟ عندنا الكسر وعندنا الإنتماء وعندنا الخلع صافي إذا باش أنا عندي هاد الكسر هاد اليد ديالو تهرست هذا كيحس بالآلام أنا ما عنديش الحق كاع نجبد له اليد ديالو ولا هذاك الجبار اللي كيجبد وكذا وكذا وكيدير كيقول كنرد حقه وكذا وجبار شي حال واحد يخرج عليه استاذ نبيه هي تكمله حنا في التيران دابا فيكو حنا جايين الاسعافات الاوليه في الميدان ديال الكره ولا الرياضه راه حنا لا طبيب ولا مسعف ولا كيني راه كنديروا نفس الحاجه راه نفس الحاجه ندخل انا طبيب ولا انت كيني ولا مسعف راه كلنا بغينا نحيدوا المستعجل ونفيكسيو حيت ما ماشي وقت دياغنوستيك ماشي وقت خاص تفيكسي تهون على اللاعب وعلى المصاب هذاك الاوجاع لنا لا بوزيسيون كديرها شويه كتكون سهله وتا كنمشيو كاملين فطبيب ولا ماشي طبيب راه نفس الخدمه عندنا كنتساواو فيها ما فيهاش فرق صافي اوكي اذا تهرس ثبت اخويا دابا عندي واحد المشكل انا عندي ان هاد السيد هذا خرجت لي الدفن المكتب ديالو
انا ابو سعيد عاد مبتدئ الفورماسيون شي حاجه. وهاد السيد هذا كنسولو واش اول مره؟ قال لي اول مره. ممنوع عليا ردها، نقدر انني ندير بروبليم اخر فبيان، نقدر انا ما نعرفش فين نحط اليد ديالي، نقدر كذا واحد شويه انا نجرب ندير يسخر. قلت الالم بزاف يقدر يسخر يطيح. وفرنسا عندما تدخل يقفل كان كيطرح له ديما الكتف ديالو سهل فبيان، ولكن اذا كان بروبليم اخر وكذا وقعت كندير له التثبيت ديالو وموبيليزي كندير له حل كنبعد على جميع المشاكل. هذا كيعاود لي واحد اللاعب كاين في الداخله لا فراس الرشيد عفوا قال لي والله يا استاذ كنت كنشرح له بحال هكا. قال لي استاذ انا مشيت للمركز الصحي هاك ما خليتش الدراري لحالي. قال لي مشيت للمركز الصحي قال لي لقيت ديزانفيرمي قال لي كرفصوني شي جوني كرفصوني قال لي كيعلي لي اليد ديالي كنغوات. قال لي كنقول له حباس قال لي عاوتاني لا. قال لي حتى جا الدكتور اختار كذا قال لي عاد لي غير واحد الطريقه بسيطه انا هذاك الشيء. اذا كل واحد وعنده اختصاص ديالو. يعني واش كنهضروا على الاسعافات الاوليه؟ الدور ديالنا مهم جدا ولكن محدود. بيان داكور. حنا سيدي هذا السيد هذا كان كيتلعب ومشات الرجل ديالو. شنو هو الفرق ما بين الاوتار والاربطه؟ لي غامو لي طوندو شنو هما؟ الاربطه والاوتار لي غامو لي طوندو شنو هما بالنظر ديالك؟ الاوتار كيكون الاربطه هما اللي الاربطه هما اللي كيجمعوا لنا العظم مع العظم العظم مع العظم الاوتار لي ميسك الاوتار مع العظم مع لي ميسك لي ميسك متفقين؟ إذا باش أنا كنجبد اليد ديالي ولا كنجبدها شي واحد كيتجبدو بحال مثلا كيوقع لنا في لاشوفي. إذا واحد السيد كان كيجري ومشات له لاشوفي أشنو هي العملية الأولى اللي خصنا نخدمو معاه؟ كيغوت في الرجل ديالو لاشوفي مشات له شنو هما كيوليو التفيد للعاب ها؟ لعاب لعاب فيكساسيون يتعاود أنا غادي واه الطريقة اللي باش كان نفس البوزيسيون اللي هو في الاصابه تيشوفوا الطبيب ولا غادي يحدد فوقاش كنخليو الصباط كنخليو الصباط اذا كان فوق راسي عرفت وعلى بحال دابا مصطفى لا بحال دابا السي هشام لا علاش لان راه شوفي ديالي كتبان فهمت راه شاده لي السبرديله ديالي والو بحال هادي مزيان غادي نزوز نزيرها ونثبتها انا عندي السبب هنا اصلا كيلعب لي الدراري بلا بوباس يعني متقاش راه ما غاديش يشد والو. اذا انا باش هاد السيد شنو غادي ندير؟ شنو خصني باش ما تنفخش الرجل ديالي؟ شنو خصني ندير؟ كلاص والباندا شحال غادي نثبت له شحال غادي ندير له كلاص يبقى الرجل ديالي؟ السلام عليكم. احنا اليوم في واحد الدوره تكوينيه اللي استضافها فريق رحال لكره القدم بالمساهمه ديال المنظمه الافريقيه للمسعفين لتكوين واعطاء بعض المعلومات الاوليه لجميع المدربين والاطر ديال الفريق باش يكون عندهم داك المبادئ الاوليه للتدخل عند الاصابه. لان كما كتعرف فرق الهوات والفرق ديال الصغيره ما كيكونش عندهم طبيب متواجد يوميا وهذا، فكنحاولوا انه نحيدوا ما هو مستعجل اللي يتعلم ليه المؤطر ولا المساعد المدرب ولا المدرب الى باش تحول هذاك اللاعب ولا داك الطفل للمستشفى ولا يكون شي طبيب ديك الساعه اللي ينزل يكمل المهمه ديالو. واش
واش مثلا هاد الاوطو او هاد الشباب او هاد المستفيدين اللي كيستافدوا من الدورات التكوينيه واش غيكونوا تحت يعني المستطاع او تحت الامره ديال جميع الفرق ديال الهوات مثلا؟ وهو حنا اليوم حنا كما كيقولوا انا جيت هنا مساهم مع المنظمه لان كان عندي معها علاقات وداك الشيء. هو اي فريق لا بغى ما كاين حتى شي مشكل، كنمشيو كنأطروهم كنعطيوهم المعلومات وليد المساعده، وفي الاخير ديال الدوره التكوينيه كياخذوا واحد الوثيقه اللي انها كتخول ليه بانه داز في داك الدوره التكوينيه وعنده داك لي نوسيون دو باز، دوك المبادئ الاوليه في الاسعاف. يعني يمكن ليه واش الاسعافات كتكون حكر على الميادين الرياضيه؟ لا لا اي انسان، لان لا لاحظتي حتى في الدوره التكوينيه كانوا بعض الحالات اللي ما عندهمش علاقه بالملعب، فحال الضربه بالسكين، فحال الحريق، فحال هادو ما غاديش يكونوا في الملعب، ولكن حتى هما داخلين في دي موديول داخلين في هاد في الدوره التكوينيه. هاد الدوره التكوينيه واش مثلا متواجدين انتم في العديد من مثلاً؟ هو الاستاذ نبيل هو رئيس المنظمه، هو تري سيرفيابل، كيكون متواجد اللي كيطرق الباب ديالو كيجي لجميع المدن وجميع الفروق صغيره ولا كبيره، ما كاينش فيها مشكل. اذا هذا الشيء هذا مش انه لانه كنعرفوا كما قلتي اقسام الهوات كتعرف واحد الاثرات كبيره على المستوى ديال الاسعافات الاوليه، خصوصا انه ما كاينش واحد الاعلام ما كنسلطش واحد الضوء على هذا هو الهدف. هذا هو شوف، هو الجامعه مؤخرا وهذا الشيء ولا ولاو دورات تكوينيه ولا هذا الشيء بحكم حنا في الميدان الكروي وداك الشيء، ولكن باش يتعمم على جميع الفرق راه باقي صعيب وباقي شويه، ولكن راه هي بدات منين بداو بحال هكا فرق. هو دابا كما فريق رحال اللي ديما حال الباب لهاد الدورات التكوينيه ولهذا، وما معناش المؤطرين ديال رحال، معنا ديال هاد الفرق هنا ديال انفا وديال كاينين فرق ديال المدينه القديمه، راه كاينين فوالا كاينين معنا. فهو هو بدات ونتمنوا ان منظمات اخرين وجمعيات اخرين حتى هما يعاونوا. وصعيب هي البدايه، شي فاش كتبدا وكيبدا كما كتقولوا بحال دابا نتوما المنبر ديالكم ولا هذا كيسلط الضوء على هذا الشيء، راه كيبدا الانسان كيبدا يطلق هذا الباب وكيدير. وكيكونوا دابا هذه حتى دورات تكوينيه بحال كنقولوا ابتدائيه صغيره، كاينين كاينين شي معلومات كيكونوا كبر للناس اللي كيكونوا شويه متخصصين بحال دابا ممرضين وداك الشيء. واش كتلقاو شي مسانده من طرف المسؤولين اولا كتلقاو؟ لا ما لا ما شوف، على حسب المنطقه اللي غتمشي لها ولا حسب الفريق اللي غتمشي ليه. ما بصفه عامه لا. لا الحمد لله مع التوجه ديال السي القجاع وديال الجامعه وديال هذا، لا لا ما كاينش، لا 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 صراحه كاين 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 تقدم كبير الحمد لله. اذا كنشكركم تبارك الله عليك، شكرا بزاف، مرحبا مرحبا. شكرا. اذا كيف ما شفتوا معنا كان هذا التصريح ديال احد اعضاء هذه المنظمه اللي جات باش تقوم بهذه الدوره التكوينيه هنا، وكما لاحظتوا معايا ماشي فقط يعني المستفيدين هما فريق رحال كرة القدم، لكن كاين أندية أخرى هنا بالمدينة القديمة اللي حتى هي بالدور ديالها جاوا الرؤساء ديالها بحكم أنهم كيمارسوا كرة القدم أو مدربين في إطار كرة القدم، حتى هما جاوا باش يستافدوا من هذه الدورة التكوينية اللي كنزيدوا نأكدوا بأنها غادا تعطي واحد متنفس أو تعطي واحد الفسحة بالنسبة للفرق اللي كتمارس في الأقسام السفلى والهوات وكذلك حتى الأحياء باش يعرفوا يتعاملوا مع الإصابات، لأنه أكيد كيف ما سمعتوا معايا وكيف ما كتعرفوا كيكونوا إصابات داخل الأحياء في بعض الملاعب ديال القرب اللي كتكون مثلا في الأحياء، كيكونوا بعض الإصابات اللي كتكون خطيرة وما كيعرفش الإنسان كيفاش يتعامل معها، كينتظروا حتى يوصلوا للمستشفى، وهذا من شأنه أنه يعرض ذاك المصاب للخطر. لهذا فمثل هذه الدورة التكوينية فجيدة جدا، كنتمنى أنها تعمم كما قلت وتكون على المستوى الوطني، لأنه أكيد حنا في مجال كرة القدم الرياضة بصفة عامة وخصوصا مجال كرة القدم أكيد كاينة جهود تبذل على مستوى الجامعة، فلما لا أنه هذه الجهود هذه تفرق كذلك على ربوع المملكة ويصبحوا عندنا كيف ما قلنا مسعفين، يصحوا عندنا مثلا اطباء في الطب الرياضي، العديد من الامور اللي من شانها كما قلنا انها تعطي واحد الزخم وتعطي واحد الاحترافيه بالنسبه للرياضه بصفه عامه، خصوصا هذا المجال ديال المسعفين الرياضيين. اذا كنتمناو اذا غادي ننهيو هذا البث المباشر هذا بحول الله على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.